יחד בכוחות משותפים ישראל ואיחוד האמירויות יכולים להביא עתיד נפלא, עתיד נפלא לעמנו, למדינותינו, לאזורנו. إسرائيل والإمارات تجمعهما علاقات استراتيجية متينة ويلتقيان على أهداف مشتركة أبرزها محاربة الحركات الإسلامية. الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ينتهج سياسة صارمة للغاية ضد الإسلاميين وخاصة جماعة الإخوان المسلمين. بعد أحداث 11 من سبتمبر شددت الإمارات رقابتها على الحركات الإسلامية وقمعتهم بشدة، بما في ذلك السجن لسنوات طويلة بذرائع واهية واتهامات كاذبة. في عام 2002 حضرت الإمارات جماعة الإخوان رغم انتهاجها وسائل سلمية وواصلت ضدهم حرب استنزاف كجزء من سياستها فيما أسمته مكافحة التطرف. ينبع الخوف في الإمارات من بين أمور أخرى من حقيقة أن جماعة الإخوان المسلمين تريد حكومة إصلاحية تضع حداً للبيوت المالكة القبلية وشكل الحكومة القائم اليوم. إنه تهديد أكبر من التهديد الإيراني. إن حكام الإمارات يرفضون بشدة مفاهيم الديمقراطية والإخوان المسلمين. عام 2014 أصدرت الإمارات قائمة جديدة للأفراد والتنظيمات الإرهابية وفق مزاعمها، شملت روابط دعوية ومؤسسات حقوقية وفكرية تنتهج العمل السلمي كالإخوان المسلمين والإصلاح الإماراتية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورابطة مسلم بريطانيا. عداء الإمارات للحركات الإسلامية دفعها لمقاطعة قطر عام 2017 بذريعة دعمها جماعة الإخوان المسلمين. بحسب صحيفة ديعوت أحرنوت، إسرائيل تجد في سياسة بن زايد ضد الإسلاميين وموقفه المتشدد تجاه حركة حماس شريكاً طبيعياً وحليفاً استراتيجياً. الصحيفة العبرية لفتت إلى أن بن زايد أسس علاقات وثيقة مع إسرائيل منذ توقيعهما اتفاقيات أبراهام، وعزز التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والتكنولوجية، والذي لم يتوقف بعد حرب غزة لعداوتهما المشتركة مع الإسلاميين. الإمارات اليوم هي من بين الدول الأكثر انخراطاً في ساحة غزة، وهذا بفضل الوصول الذي منحته إياها إسرائيل ودفعها قطر إلى الخروج. بل إن الدكتور يوئيل جوزانسكي، وهو باحث أول ورئيس برنامج الخليج في معهد دراسات الأمن القومي، يؤكد أنه فيما يتعلق بقضية غزة فإن الإماراتيين أكثر مرونة وحماس هي عدوهم.